مرحبا بكم متابعينا الكرام. مخلوق موجود في السماء تنبهر الملائكة والجن عند رؤيته، فما هو؟ ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. هناك الكثير من الغيبيات التي اختص بها المولى عز وجل دون غيره من خلقه، ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض الأنبياء والرسل وأطلعهم على بعض من هذه الغيبيات، والغيب لا يعلمه سوى الله، فلنجمون ما هم إلا كفر لتكذيبهم على الناس بكونهم عالمين بأمور المستقبل. وتتعدد الغيبيات، فمنها الملائكة والجن والروح والشياطين، فجميع هذه الأمور ندركها بالعقل ولا نستطيع إدراكها بأي حاسة من الحواس الخمسة الظاهرة. وفي هذا المقطع سوف نعرض معكم أحد هذه الأمور الغيبية. عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، وقد استوى المولى عز وجل عليه، فيقول في كتابه العزيز: الرحمن على العرش استوى. والاستواء هو الارتفاع والعلو الذي يليق بجلال الله وعظمته، فيستوي عليه الرحمن سبحانه لا يخفى عليه خافية، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوقه سبحانه وتعالى يعلم جميع شؤون وأحوال عباده. قال تعالى: يعلم السر وأخفى، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك. فالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد والمتفرد في كل شيء، فيقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعد العرش من أثقل المخلوقات وزنا، كما يتسم العرش أيضا بالاتساع، فهو يشمل السماوات السبع. فقد سأل صحابي النبي ذات يوم عن صفات العرش، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما السماوات السبع إلا كحلقة في صحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي كمثل حلقة في صحراء بالنسبة للعرش. فالعرش من أعلى الكائنات في الارتفاع، حيث أنه يوجد على الماء. قال تعالى: وكان عرشه على الماء. ورد في القرآن الكريم أن للعرش ملائكة تحمله يدعون حملة العرش، وأنهم أكثر المخلوقات تسبيحا وتحميدا لربهم عز وجل، كما جاءت أوصاف أجساد هؤلاء الملائكة في الحديث النبوي عندما سأله بعض الصحابة عن أوصاف حملة العرش، فقال أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وقد بلغ عدد هؤلاء الملائكة 8. قال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فهم 8 صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي.